على كل السنين سنه زائرين مناديه. الميسر يعني حصول المال بسهوله. الميسر كمان انا ذكرتها القضيه في واحده من المجالس. هذا الشاب جهاد وضع مشان زين. اجا صديق السوق، افتحوا عينكم يا شباب العراق من اصدقاء السوق. الان اكو ترى شركات كافره دا تصدر المواد المخدره الى العراق. هاي حبوب الهلوسه، الحبوب الورديه، افتحوا عينكم شباب اخواتي اخواني طلاب المدارس. اشياء مثل السيجار، هاي حشيش، مواد مخدره محرمه بالاسلام. المهم تخدير الشباب وتجاره المخدرات تجاره رابحه ماديا. هذا عنده صديق سيء، صديق السوق، اجي يوم من الايام قال للجهاد امشي نلعب قمار في امريكا. اكو ولايه اسمها لاس فيغاس، هاي لاس فيغاس اصلا مدخول على القمار، يعني اقتصاد ينشا على القمار، على دور القمار نعوذ بالله. اخذ طياره صديق السوق من ديترويت الى لاس فيغاس، 5 ساعات طريق بالطائره. وصلوا هناك وداه الى الفندق وراحوا لعبوا قمار. الله بالقران يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يجيكم خطوه خطوه. بعض الاوقات مزين لهم الشيطان واعمالهم. واحد يشوف شلون حلو لطيف، اسمع القضيه لطيفه. هذا اجى في يوم ربح 300,000 دولار، يعني 30 دفتر، 300,000 دولار ربح بالقمار. حرام. ربح وفرح، شال الفلوس فرحان، رجع الى مدينته الى ديترويت. بعد اسبوعيا اكثر اقل مره ثانيه جهاد، نعم، قال له انا ايش رايك نروح نلعب بعد؟ قال ايه، فلوس بلاش حصلت. يلا ركبوا المره الثانيه وداه، خسر. كل ما كان ربحان خسر، واللي عندهم خسر، والموجود عنده في صندوق التوفير خسر، عنده هناك كريدت كارد بمقدار اللي يقدر بالكريدت كارد خسر. واقفين شيطان. قال له تريد ترجع فلوسك؟ اكو طريقه. شنو؟ اكتب سند بيتك، سجل اوراق كمبيوتر اخذ من عنده، وقع وقع وقع. خسر، خسر بيته، خسر كل ما عنده، خسر محل عمله كلها، هاي اوراق منطيهم موقع. وصل الى تحت الصفر، تحت الصفر، ما عنده كل شيء، بس كان عنده تذكره مرجعه. ركب الطياره، اجى هنا الكلام. يا انسان انت لما وصلت الى طريق مسدود بعد الباب مفتوح، قول يا الله، روح الى الله، روح الى طريق الصلاح. ولكن بعض الناس بيت شيطان ما يخلي. تصور كل الدنيا ظلام بوجه، اجل البيت نص الليل وصل، مرت مرة مؤمنة محجبة، مرت نايمة، 3 اطفال عندك ابريق الفضة، شال المسدس اجى على اطفاله، واحد واحد قتل الاطفال. بعدين اجى على مرته، ما دخنقها وقتلها بالرصاص، المهم قتلها، خلاها كرسي وعلق نفسه وكتب رسالة. الشاهد مالي هاي الكلمة اخوان، هاي تجارب في الواقع. وانا لما رحت الاخوان قالوا لي تعال مجلس فاتحة، وين؟ ودوني فاتحة هذا الولد، شفت خطيه واقفين، خصوصا اهل البنية، اهل زوجته، بنتهم مظلومة، مقتولة مظلومة، نايمة في حال النوم قاتلها، كاتب رسالة انه انا وصلت الى طريق مسدود وظلمت الدنيا بعيني، وشفت ما عندي إلا أن أقتل نفسي، وإذا قتلت نفسي
ما كنت أحب أطفالي يتيتمون ويمدون إيدهم، مو هذا هم عمل الشيطان؟ فمن حبي لأطفالي قتلتهم حتى لا يتبهذلون، ومن حبي لزوجتي ما كنت أحب زوجتي تصير أرملة وتتزوج غيري وتتبهذل قتلتها ثم قتلت نفسي. هسه القرآن الذي يشوف البعيد رجسون، هاي نجاسة من عمل الشيطان فاجتنبوه. صديقك يجي يقول لك دلعب داس واحد دومنا، داس واحد نلعب طاولة، مرة واحدة نلعب شطرنج، مرة واحدة قمار، بخمسة آلاف دينار عندي 5000 ألعب ممكن تربح. ولكن خطوات الشيطان، أنا أرجع للمقدمة، الإنسان لما يصل إلى طريق مسدود إذا مؤمن يقول ونعم بالله، قلت إحنا العوام نقول الله كريم، أملي بالله قوي ما أقطع الأمل. إذا ما عنده عقيدة بالله أو راحت العقيدة الشيطان ما يخليه، يصل إلى درجة الانتحار، يقتل نفسه ويقتل مرته ويقتل أطفاله. الله سبحانه وتعالى يوصيكم جميعا، توصي من القرآن، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. شو معنى ذكر كثير؟ الرواية الأولى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام عليه السلام يقول من ذكر الله كل يوم 100 مرة فذلك هو الذكر الكثير. أقل ذكر هاي تسبيحة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الحمد لله كلكم محافظين وتعرفون، بعد الصلاة الواجبة تأخذ بيدك السبحة، إذا يكون من سبحة تربة الحسين ثوابك أكثر، 34 مرة تقول الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله، شيء سهل يأخذ دقيقة وقت، ولكن يكتبون اسمك في قائمة من ذكر الله ذكرا كثيرا. مشاهدين بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يركض وراء التلفزيون، يركض وراء المباراة، يركض على شغله، هل دقيقتين بعد الصلاة أذكر الله؟ هذا ذكر فاطمة الزهراء سلام الله عليها يجعل كل ركعة من صلاتك في رواية 200 ركعة ثواب، في رواية في ركعة شكا الثواب عظيم. ليش يفوتكم؟ ليش ما أصليها حقيقة؟ هالليلة في صلاة، هاي الصلاة صلوها إخواني وأخواتي ومن يسمع صوتي، أستحيف ما أقول لكم، هاي الصلاة سهلة ثوابها عظيم وعظيم وعظيم وعظيم، تأخذ 6 دقائق وقت، 4 ركعات صلاة هذه الليلة، ركعتين بركعتين مثل صلاة الصبح، ركعتين وركعتين، يعني كل ركعتين تشهد وسلام، كل ركعة 7 مرات تقرون سورة الحمد، وإحنا نقرأ مرة الحمد 7 مرات كرر الحمد، ومرة واحدة لم تقرأ إنا أنزلناه، هذا سهل ولا صعب؟ كل ركعة أنا نصليها تأخذ 1.5 دقيقة، 4 ركعات 6 دقائق، زين سلمت، انت وقاعد اما باصابعك احسب، هاي الاصابع اللي تحسبون تشعر نورا يوم القيامة، او بالسبحة 100 مرة قول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اخواني هاي رواية عن رسول الله سيد الكون وما ينطق عن الهوى، قال من صلى هذه الصلاة ليلة الخميس، صفح المرحوم العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار يكتب فوائد لهاي الصلاة، عظمة لهاي الصلاة، وحدة من عدهن، من صلاها أعطاه الله بكل ركعة 10,000 ركعة، يعني بكل ركعة ثواب 10,000 صلاة، بكل ركعة ثواب 10,000,000 صلاة مقبولة. زين تعال تشكر كل عمرك ايش قاعد تريد تعيش؟ أصلا أكو بيني لحد الآن واحد مصلي 10,000 صلاة مو 10,000,000. شوفوا الله سبحانه وتعالى بغلبنا إحنا العوام، الله يدور حجة، يريد يطيق، يريد يطيق. الله إن شاء الله يخليكم يخليكم لأولادكم. يوم العيد أنا كنت مكان واحد، شلت يوم العيد
شد الواحد ثري قاعد ضيفة أنا حفيدة عمر 5 سنوات قال تعال بابا تعال بوس راس جدك طفل باس راسي انطى مبلغ يعادل 350 دولار أذن هي بوسة الراس قيمة 350 دولار لا هذا يريد يوم العيد ينطيه ها يقول بوس راسي أخذ هاي حجة واضح إخواني لا مناقشة في الأمثال عند العرب الله يريد يعطيكم يحبكم أكثر من آبائكم وأمهاتكم يقول يا عبدي يا أمتي تعال هاي الصلاة مستحب صليها 4 ركعات 6 دقائق يا عمي 6 دقائق شربة شاي 40 مليون صلاة مقبولة يكتبوا لك في ميزان أعمالك شو تقول الله هاي واحدة من عندها بكل ركعة 10,000 صلاة مقبولة تسمعني فاذكر الله ذكرا كثيرا ثواب عظيم الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من ذكر الله كل يوم 100 مرة كتبوه من أهل الذكر الكثير زين إذا ورى كل صلاة تسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها يصير 500 مرة وايو رصيدك عالي وسبحوه بكرة وأصيلا بكرة أول الصبح أصيل يعني وقت المغرب قبيل المغرب لما الشمس يصير صفرة هنا سبحوا الله سألوا من رسول الله شلون نسبح الله النبي قال سهل المعادلة حقيقة الإنسان إذا يعرف هاي الأشياء رجال نساء مؤمنين مؤمنات الصبح تريد تطلع أنت بدك تروح أنت بطريقك تروح تركب بالسيارة تروح للدوام 10 مرات احسبوا أصابعكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حافظيها ولا كلكم حافظيها بالصلاة تقولوا معي مو شكل 10 مرات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ضيف عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل قبل ما تنام الآن لما تطلع من المجلس بطريقة تقول من ذكر هذا الذكر يكتبون من أهل الذكر الكثير ومن المسبحين تدري شو معناها يعني هالليلة إذا قلت رواية الإمام الصادق هالليلة إذا الله أخذ أمانته إن شاء الله عمركم طويل 4,000 سنة بعد ولكن لابد من الموت وكثير من الناس بالليل نام الصبح ما قام لما تنام بالليل إذا أحيانا الله أخذ أمانته يكتبوك ميت في حال العبادة يا بلاس يا بلاس وإذا الصبح ذكرت الله طلعت صار لك حادث الدنيا دار الحوادث توفيت يكتبون فلان مات في حال العبادة هذاك اليوم تتوفق إذا طالب تفهم درسك إذا عندك امتحان تنجح إذا أنت موظف تكون موفق في عملك إذا تاجر تربح بتجارتك الإسلام فاتح لكم الطريق هذا الإسلام خوش إسلام حقيقة دين حلو جميل إلكم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوتي لسانا ذاكرا فقد أوتي خير الدنيا والآخرة الله شلون كلمة ذهبية هاي من أوتي لسانا ذاكرا أوتي خير الدنيا والآخرة كل ما أكو خير بالدنيا والآخرة يطوك اللي تذكر الله إذا تريد شوية أكثر بعد ساعات الفراغ واقف وراء الضوء الأحمر هاي ازدحامات واقف سيارة مزدحم الشارع مزدحم الآن وراء السيطرة زين واقف فين سيارة ما عندك شغل اذكر الله كل مرة سبحان الله رواية عن سيدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها خصوصا للأخوات إن شاء الله يعملن قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها سمعت أبي رسول الله يقول من قال مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب الله له حجة مقبولة حج مقبول ايش قد صعب واحد يروح من العراق يروح للحج اكتب اسمك خلي فلوس بالبنك بالمصرف قرعه
كذا زين، حتى تحصل لك حجة واحدة وما معلوم مقبولة لو مو مقبولة. إذا بإخلاص تقول مرة سبحان الله والحمد لله، هذا لسانك عطر بهاي الأذكار الطيبة، واذكر الله ذكرا كثيرا، أوتي لسان الذاكرة. قال رسول الله كلمة لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة على الميزان. كلمة لا إله إلا الله صعبة، ساعات الفراغ ما عندك شغل، اذكر الله. هذا الذي الله انطى لسان ذاكر فقد أوتي خير الدنيا والآخرة، فاذكر الله ذكرا كثيرا. إذا الذكر الكثير هذا الروايات المختلفة، واحد تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، وإذا تكون بمسواح تربة الحسين عليه السلام يضاعف الثواب، واحد كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واحد كلمة لا إله إلا الله. هاي الرواية عن سيدي ومولاي الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام يقول يؤتى بعمل بعض الناس يوم القيامة ميزان أعمال الصالح خفيف، ما عنده أعمال صالحة هواية، ما مقدم لآخرته. فالمرة يجون الملائكة يجيبون عمل ثقيل يخلون في ميزان أعماله، فترجح حسناته على سيئاته. يقول هذا ثواب شنو انطيتوني؟ يقال هذا ثواب ذكر مرة من الصلاة على محمد وآل محمد. هذا اللهم صل على محمد وآل محمد ذكر، الله يحب هاي الكلمة، الله يحب هاي الصلوات. هو هم يأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا الذكر الكثير هل فقط هو الذكر اللساني؟ هذا واحد ممتاز، أقولكم من أهل الصلاة هي صلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري، الصلاة ذكر يذكرك بالله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول مو الذكر فقط هو الذكر اللساني، إنما الذكر هو حضور القلب، أن تعرف أن الله ناظر عليك يراقبك في كل مكان. اذكر الله لمن نقول، أمير المؤمنين عليه السلام يقول كم مكان، طبعا دائما اذكر الله، ولكن كم مكان مؤكد؟ أولا عند المصائب، بعض المصائب تنزل على الإنسان. هاي واحدة من أخواتنا في مدينة الصدر، قصة جديدة يعني البارحة ذكروا لي، عندها 7 أولاد، 3 أولادها راحوا إلى مجلس فاتح، هذول الإرهابيين الله يهديهم، إذا مو قابل للهداية الله يهلكهم، دمروا العراق، اجوا فجروا مجلس فاتحة يا عم، الناس قاعدين في حال عزاء، فجروا هذول 3 شباب 3 إخوة في مجلس واحد، راح اتعطلوا الأماية شوية، قلوبها قام يحاتي وين أولادها، قالت لإخوانهم روحوا شوفوا إخوتكم، بقية الإخوان 4 راحوا انفجار ثاني، 7 أولادها في يوم واحد راحوا. زين الله يساعدها. هنا أذكر الله، الذي ما عنده عقيدة بالله نرجع على مقدمة الحديث، لو يروح ينتحر لو يتمرض لو قلبه يوقف، الذي عنده عقيدة بالله ويدري أن الله يعوض ما يقطع الأمل. احنا ماكو بينا واحد أعلى من الحسين سلام الله عليه، ونتعلم من الإمام الحسين. الرواية لما قتل آخر جندي من جنود الحسين وهو الصغير الرضيع علي الأصغر سلام الله عليه، صعب إخواني، هو الإمام يقول، هو الإمام حجة الله يقول ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي، ما يقول ليتكم تنظرون إلى شهادة العباس إلى شهادة علي الأكبر، يقول كيف أستسقي لطفلي أن يرحموني وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين
فلعنوهم ما استطعتم شيعتي في كل حين ويلهم قد جرحوا قلب رسول الثقلين. حارق قلب الحسين. ولكن الرواية هاي مهمة، أن الحسين لما قتل الصغير قال اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ، صابر على البلاء، رضا برضاك، صبرا على بلائك، أولادك قطعوا قدامه، إخوانه. والبلاء اللي شاف الحسين عجبت من صبره ملائكة السماء وهو الأسوة لنا. فأعزائي الدنيا دار حفت بالمكاره، دار بالبلاء محفوفة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا لا سمح الله مثل ما يجي للغير إلي وإلك بيجي، في حادث واحد ممكن يروح واحد عزيز عليك، ممكن لا سمح الله أنت طالع في حادث ثم فدوا لتفتح عينك قاطعين إيدك قاطعين رجلك، صاير هنا لازم تصبر وتذكر الله. اكثروا من الذكر فاذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكر الله يعني يقول إلهي لك الحمد ولك الشكر على ما جرى. إذا هو إذا ما تصبر المصيبة نازلة نازلة، تصبر أو ما تصبر، ولكن إذا تصبر أجرك عظيم للمؤمنين والمؤمنات. ومستحب مؤكد في الإسلام تسلية المصاب، يعني واحد اللي شايف مصيبة جارك صديقك قرايبك روح سلي روح طيب خاطرك، هذا إنسان يرتاح لما تسلوه كل إنسان. نعم، فاذكر الله. هنا وقت المصيبة الإنسان ينزل عليه مصائب لازم يصبر، وإذا صبر عجيب الآية إخواني بالقرآن، قرآن أقرأ لكم، إنما أداة حصر. أنا أساتذتي في المجلس، علماء في المجلس، أستاذنا العزيز صراحة الشيخ محمد نديم الطائي الله يحفظه له الحق علي بحضورهم أذكر لكم، إنما أداة حصر يعني هذا ولا غيره، هذا ولا غيره. شنو؟ إنما يوفى، يوفى. إذا واحد تطلب واحد طلب دينار لمن يقول يقول وفاه دينه، يعني حقك. الله يقول هاي لكم حق أنتم صابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر، عجيب آية بالقرآن. زين الحمد لله كلكم تعرفون عربي، شنو معنى المعنى؟ لها معنى يعني حسب نظر المفسرين. المعنى الأول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الله يوم القيامة ينطي للصابر ثواب مفتوح ما إلى حد، ما يقولون إلك مليون حسنة إلك مليار حسنة، يا عمي أخذ درجات بالآخرة بغير حساب يلي صبرت، يلي صبرت في هذه الدنيا على المصائب. إلى درجة الإنسان يوم القيامة الرواية عن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عن رسول الله يتمنى المؤمن لو كان في الدنيا يقرض بالمقاريض، يقول يا رب المقرض كان يقطعوني وينشر بالمناشير ويصبر في سبيل الله. الله الله، يا رب كان يقطعوني بالمقرض وأصبر، أجر عظيم عظيم، مو يطلب جنة، أجر بغير حساب بغير حساب. وما يعني يحتاج إلى محاضرة. هذا واحد. المعنى الثاني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، حساب كل شيء حساب. إنما الصابر، الصابرون لمن يصير يوم الحشر والنشور يخرجون من قبورهم فيطيرون بأجنحتهم من قبورهم إلى قصورهم، لا حساب لا كتاب، بغير حساب. هذا الصابر. هاي قضايا يوم المحشر والحساب والدقة والموازين ما يشوف الصابر المؤمن، الله سبحانه وتعالى ينطي أجر ويوفى، يعني كأنه يطلب. طبعا ماكو واحد يطلب من الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه يقول أنطيك اللي تصبر. الله أكبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخذ إلى ما شاء الله إذا صبر الإنسان. إذن لمن ينزل علينا مصيبة، وهذا كل واحد معرض للمصيبة، إحنا ما ندري، هاي الدنيا كل واحد من عندنا إخواني أخواتي معرض للمصائب، إذا تصبر
الله سبحانه وتعالى ينطيك أجر عظيم. هنا أنا أذكر الله، لأن أكو بعض الناس لما تنزل عليه المصيبة بعد ما يدري، حالات عجيبة تصير في بعض الناس، يجزع يضرب نفسه يمزق نفسه، هذا مو زين هذا العمل. إلهي صبرا على بلاك، هذا منطق الإمام الحسين عليه السلام. هذا واحد. أمير المؤمنين عليه السلام يقول المورد الثاني فاذكروا الله عند الواجبات. الآن الجو أيام الشتاء تقريبا، ليالي طويلة، زين ممكن واحد من الشباب سهران أصلا ما جاء النوم أرق ينام فايت وقت، ينام ساعة واحدة ساعة ثنتين، شوي بعد يسمع المؤذن حي على الصلاة، نايم جو اللحاف متونس، يقول بعدين نصليها. إذا يكون تارك الصلاة أخو تارك الصلاة بشروه بالنار. الحد حدود، الحد بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، رواية الإمام الباقر عليه السلام. يكون بين لا سمح الله واحد ما يصلي. بهاء الدين الترمذي هذا من كبار علماء العامة، رجل محترم، عنده كتاب اسمه تنبيه الغافلين، أعطيكم إياه بالدقة. هناك يقول ماتت امرأة، مع تفصيل، ماتت امرأة شابة، ممكن مثلا نعوذ بالله بهاي الأمراض الخطرة، غسلوها كفنوها جابوا يدفنوها، شافوا خرج في قبرها أفعى حي، داروا على الحية التراب، مكان ثاني حفرة وقبور أيضا نفس الحية يجد هناك، لا إله إلا خافوا أهل البنية بنتهم عزيزتهم شلون يخلوه الحي. مكان ثالث خرجت الأفعى ونطقت، أقول أعطيكم المصدر، بهاء الدين الترمذي في كتاب تنبيه الغافلين، هناك شفت الرواية، يقول الله أنطق هذه الأفعى، قالت إن هذه الفتاة كانت تاركة للصلاة، فبعثني الله لها إلى يوم القيامة. يسوى دفنوا الابنية، شو يسوي لها يعني؟ يعني الميت شو تسوي لها؟ كم مليون سنة تخليه بالثلاجة؟ نزلوها في قبرها، فالتفت الأفعى حول رقبتها، لا يكون لا سمح الله ابنية ما تصلي، لا يكون ولد ما يصلي، صعب. زين بكرة الصبح تريد تقوم تصلي، شيطان يجيك يقولك شوية أصبر، أسأكم أجعل يصبرك، يصبرك في الدور. شو طلعت الشمس؟ لما تطلع الشمس الرواية تقول يبول الشيطان على وجهه، يقول تستاهل ما خلتك تصلي. زين أريد أقوم أصلي، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أذكر الله. أمير المؤمنين عليه السلام يقول عند الواجبات أذكر الله، أذكر الله. هو صعب الإنسان حقيقة يريد يسوي له عمل واجب. بعض الناس من المؤمنين والمؤمنات واجب الحج، زين إذا الحج عليك واجب، إذا مستحب تقدر ما تروح، حج مرة يصير واجب على الإنسان، ولكن إذا عندك مبلغ من المال اللي يوصلك إلى الحج تروح وترجع، وعندك مبلغ مصرف لأهلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا الشيطان ما يخليك. كثير من الناس راه واجب الحج ما يخلي الشيطان، هذا إذا ما راح للحج ما ذكر. أذكر الله هنا عند الواجبات. شخص أنا شنت بالكويت معروف ملياردير مات، أنا شفت عموما هذول الشايب لما يكتبون يقولون الحاج فلان، يقولون العم فلان، العم فلان ابن فلان بمناسبة وفاة العم فلان ابن فلان، فلان مكان مثلا مجلس مع تعزية كذا. سألت من بعض اللي يعرفوه قلت ليش ما يكتبون الحاج؟ قالوا سيد هذا ما رايح للحاج، ما رايح للحاج، ملياردير
إلهي أنت شاهد، أنا شفته، مع أنا ما أعرفه، ولكن شفته في اليوم بالحلم، شفت في رقبته حاط نجمة إسرائيل، نجمة داود، هاي أبو الستة. عندنا رواية عن رسول الله: من مات تاركا للحج قال له ملك الموت: مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا. مات على دين اليهود، أبي تعرف ليش ما راح للحج؟ خصوصا الكويتي، الكويتي فيزا ما يريد، العراقي المظلوم فيزا يريد، مشاكل عند الكويتي، هاي ما اصلا فيزا ما يريدون من الكويتي، من الخليجي، ليش ما راح للحج؟ مسؤوليه وراء صعبه. اذا واحده من الموارد ذكر اذكر الله عند الواجب، هاي الثاني، اولا عند المصائب، ثانيا عند الواجبات، الثالث الامام امير المؤمنين عليه السلام هذا اصعب من الكل: اذكر الله عند الحرام. هذا هواية صعب، الشيطان يجي، الله يقول اذكروني فاذكروني اذكركم، لما يجي بيدك لقمة الحرام رايح الى بلاد مثلا الغرب، زين، مجرد ان كاتب عندنا لحم ذبح حلال يجوز اكله؟ لازم تحقق، بعضهم تجار مذبوح ذبح شرعي بشروط الإسلام، إذا مذبوح ذبح شرعي تأكدت أكل عليك بالعافية، وإلا لا حرام. ماكو مشكلة يوم يوم يا عشرة أيام أكل خبز وتمر، أكل خبز وجبن، الدنيا ما راح تنضر. لا تبيع دينك لأجل لقمة لحم. أذكر الله واجب، طعام بعض الناس عندنا بالعراق يحرم بعض أولاده أو بناته من الإرث، يعني صاير متعارك ويا نسيبه، شنو ذنب البنية؟ أنت ويا زوج بنتك متعارك، يحرم بنت المظلومة من الإرث، يقول لا تطوها، هذا خلاف الشرع إخوان. ليش؟ لأن الإرث في كتاب الله، دقق، الإنسان أي إنسان لما مات أموال الله سبحانه وتعالى معين، هاي الأموال المن تصير؟ الأموال في كتاب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مو فلوسك. إذا واحد من عندنا مات، إذا عندك وصية، نفرض عندك 30 مليون دينار، وصيت قلت إذا متت بعد موتي كل 30 مليون دينار أصرفوه مثلا في سبيل الله، ما ينفذون وصيتك بس بمقدار الثلث. إذا أنت وحي صرفت 30 مليون في سبيل الله عليك بالعافية، حصل أجر، ولكن إذا أنت متت وصيتك تنفذ إلى الثلث فقط، يعني 10 ملايين يطول حسب اللي انت موصي، 20 مليون مو مالك، هذا 20 مليون يوزع على الورثة، الورثة في كتاب الله، ما لك حق انت الاب تحرم واحد من الارث، خلاف الدين، هذا خلاف الشرع، ولا الام الها حق تحرم واحد من اولادها او بناتها، ما يصير، هذا في كتاب الله. اذكر الله لما تريد تسوي عمل، فكر هل هذا العمل شرعي مو شرعي، اذكر الله. زين، اذا صرت بين حلال وحرام، دققوا اخواني الله يحفظكم، خصوصا اخواني الموظفين اعزائي، قال رسول الله، يا جماعة الخير انا اذكركم فذكر ان الذكرى تنفع، قال رسول الله رواية صحيحة ادنه: الرشوة محض الكفر، اللي ياخذ رشوة كافر، كافر، إذا دينار رشوة كافر. زين، بعض الأوقات واحد ما ملتفت، أنت موظف يراجعك واحد يقول مثلا فلان مشكلة عندي، تقول إيه يعني رصيد ما عندي، جيب لي رصيد، ليش تقول بالرصيد؟ أنت ما تكون حتى تقول للناس جيب لي رصيد، ولو ما إلى قيمة 10,000 دينار 5,000 دينار جيب لي رصيد، ولكن هذا رشوة. ليش؟ انت اذا ما كنت موظف، اذا ما كنت رئيس الاداره، تقول لي ناس جيب لي رصيد، الان تقدر تقف بالشارع تقول لي ناس جيبوا لي رصيد؟ لا،
انت بدك تستغل موقفك. هاي الرشوات الصغيرة فكيف الى الكبير؟ محض الكفر كلام رسول الله، وان شاء الله احد ما يزعل من كلام النبي. اذكر الله، يقول لك وقع فلان توقيع، فلان معاملة، لا اله الا الله، فلان مقاولة، وإلك هذا المال سحت. خل ندري، ترى يا جماعة عقب العراق ناس صدقوني شهر رمضان المضى عاشوا على الخبز الخالي، خبز خالي. هذا مدى جليل عنده خبر، ناس عاشوا على الخبز الخالي، افطار خبز خالي، سحور خبز خالي. ما يقول لك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفيف شريف ما يقول لأحد، ولكن احنا عندنا خبر في هاي البلدة الثرية ناس يعيشون على الخبز الخالي. ما عندهم لله وفي الله. شوية افتحوا عينكم أعزائي، لنا كل لقمة السحت، لنا كل من بيت المال سحتا. هاي الأموال مال بيت المال، لا مالي ولا مالك، هذا مال الشعب. خل نفتح عين، والله أنا صرت رئيس بلدية، أنا كنت محافظ، أنا حرام. شلون تحصل معاشك عليك بالعافية؟ أكثر من ذلك لا يكون لا سمح الله يكتبون اسمك في طبقة الكفار لأنك أخذت رشوة. صعب ترى الحساب يوم القيامة. يا موسى أخلص العمل فإن الحساب دقيق دقيق. تدرون شنو معنى دقيق؟ الدقيق يقولون هذا الذي يطلع الشعر البيض من وسط اللبن. إذا وسط لبن أبيض أكو شعر سود مبين، بس إذا أكو شعر بيض يريد دقة، واحد يدقق يطلع هذا. الله يقول أنا كل شيء أشوف. يا من يرى أثل النملة في الصفا، الصفا يعني الصخرة السوداء بالليل المظلم، الله يشوف أثر النملة. ما يخفي على الله. اذكر الله ذكرا كثيرا. خل نفتح عنا صعب الإنسان من يصير بين دربين بين طريقين. يا الله يا الله. كاتبين في الكتب أن واحد من الزهاد في مصر، بلد الكنانة، هاي مصر لها تاريخ ما كنا نتوقع من إخواننا المصريين يقتلون إنسان لأجل عقيدته ويسحبوه بالشوارع. هذا عيب، عيب على شعب، حقيقة عار على شعب. في مصر كان رجل زاهد اسمه ذنون المصري. ذنون يقول اجيت على ساحل نهر النيل، شفت على ساحل النهر عجائب. واحد يشوف بعض الأوقات يقول شوف العقربة سوداء، عقربة، العقربة ما تعرف تسبح بالماء تغرق. العقربة تروح على جانب الساحل، لفت انتباهي اجيت، يقول اجيت شفت خرجت سلحفات، السلحفات ظهرها عظم، اجت العقرب ركبت على ظهر السلحفات. شلون بلم حلو من الله. ظنون يقول انا تعجبت، السلحفات قام تسبح والعقرب على ظهرها ما تتحرك. يقول العقرب قام تعبر، انا باي وسيلة عبرت الطرف الثاني من النهر، شو شي يصير؟ يقول اجيت شفت الطرف الثاني من النهر، وقفت السلحفات، النهر عبر عرض النهر، العقربة نزلت من البلم الإلهي، أخذت ذريعة يعني وراها، جاءت وجاءت. يقول شفت فد ولد شاب سكران شارب خمر سكران طايح تحت شجرة، وجاي حية تريد تلسع هذا الولد تلدغه. الله أكبر. يقول هاي الحية إيش باللحظة الحاسمة، وإذا بالعقربة إجت ركبت على ظهر الحية، لدغت الحية، الحية طاحت ماتت، ماتت الحية. السلحفاة العقربة رجعت فات تنتظرها،
ركبت على ظهر السلحفاات مره ثانيه عبرت. يقول انا دخلت شنو النظام اللي الله عنده؟ هذا ما جاي اجله لحظات بس. الله سبحانه وتعالى شنو بعد الاجل؟ يقول اجل حركته شفته سكران اتعجبت. نبهت قلت يا ولدي تدري ايش صار؟ قام شنو صار؟ قلت له انت ما شارب خمر سكران، تدري الله سبحانه وتعالى ابعد عنك شلون بلا شوف الحيه الميته. القضيه كيت وكيت. تب الى الله سبحانه وتعالى، اذكر الله. هاي الليالي طويله اخواني نقدر نصلي بها صلاه الليل. الله يحفظكم يا شباب، خصوصا الويك اند، هاي اواخر الاسبوع، ليله الخميس، ليله الخميس وباكر ليله الجمعه وعقب ليله السبت، ليالي عطله. صلاة الليل ايش قد تاخذ وقت يا جماعة الخير؟ هاي صلاة الليل الذي يعني مفتاح النجاح اعطيكم اياه، مو انا رسول الله. الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول ضرب رسول الله على كتفي وقال يا علي اذا اردت خير الدنيا فعليك بصلاة الليل، اذا اردت خير الاخرة فعليك بصلاة الليل، اذا اردت خير الدنيا والاخرة فعليك بصلاة الليل. ليش يفوتكم؟ سهلة. الذي يريد اكو صلاة الليل مستحبة طويلة، اذكر بي 300 مرة بالقنوت، استغفر الله ربي واتوب اليه، ادعي لي 40 مؤمن، هاي مستحبات، هاي الكماليات مالها. والا اصل صلاة الليل ما تاخذ الا 6-7 دقائق مو اكثر، 7 دقائق 6 دقائق. شلون؟ الان تروح للبيت وقتها اي لحظة اللي تحب صلي. الافضل ثوابها من نص الليل يعني من الساعه 11 وربع لغايه، ولكن اذا واحد موظف يريد ينام الساعه 9 يريد ينام الساعه 8 نفرق، رجل مرأة ما يفرق، اتوضأ يقول اصلي 8 ركعات صلاه الليل قربة لله تعالى، الله اكبر، ركعتين مثل صلاه الصبح، ما عندك وقت مستعجل قل هو الله لا تقرا بسوره الحمد ولا الضالين، روح للركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده، ارفع السجده الاولى السجده الثانيه بحول الله وقوته، بس سورة الحمد، قنوت ما يريد، قل هو الله ما يريد، ركوع سجود سجود تشهد سلام، بس بالتشهد بس السلام الأخير، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بس السلام الأخير، كافي، قوم، الله أكبر، الركعتين، هاي الركعتين تأخذ دقيقة، جربها يلا جربوها، على السريع، ركعتين بركعتين بركعتين بركعتين، 8 ركعات، 4 دقائق. بعدين قوم صلي ركعتين صلاة الشفع. الشفع نفس الشيء، سورة الحمد بدون قل هو الله. شلون سهل؟ ليش يفوتنا هذا الثواب العظيم؟ هنيئا لرواد الليل. صار 10 ركعات. بعدين ركعة واحدة، ركعة الوتر، الله بالقرآن يحلف والشفع والوتر. الله يحلف بهاي الآيات المباركة، بهاي الركعات المباركة في منتصف الليل. أصلي ركعة واحدة صلاة الوتر، الله أكبر، بس سورة الحمد. عندك مجال قل هو الله أكبر، ما عندك مجال ما يحتاج. ركوع، سجود، تشهد، سلام وروح نام، عليك بالعافية. إيش قد أخذ وقت؟ 6 دقائق 7 دقائق. ولكن تعال شوف العظمة. ومن الليل، قرآن أقرأ لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. انت الربحة، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. الله يقول ارفعك، والذي الله يرفعه لو العالم يجتمعون ما يقدرون ينزلوا. اللهم ان رفعتني فمن ذا الذي يضعني، ها؟ وان وضعتني فمن ذا الذي يرفعني. صدام ايش قد كان يدعيها؟ عليه لعائن الله. انا وين؟ الله وضعه ذليل حقير، طلعوه من جحر الفار وخلوا لحبل بركبته الى جهنم وبئس المصير. هذا الله وضعه، الله نزله وخلى النفس ذكره لعن الى يوم يبعثون. قاتل بالمقابل، تعال شوف الامام زين العابدين عليه السلام، شاب اسير مضروب مريض، شلون الله رفع هذا الذي تعرف البطحاء وطأته؟ وين الى وين؟ هاي دروس. الله يعطيك النجاح. ايها الناس
الله جميعا فلقد نودي في كرم ومضى العمر سريعا. اسألوا كبارية المجلس هذول اللي شعرهم أبيض، قل له حجي تذكر أيام الابتدائية؟ يقول إيه كأن البارحة كان. موشي الآن صرت شاي بعد ما عندك طاقة، أنت كنت تلعب كرة قدم، أنت كنت مصارع، أنت كنت بطل، وين وين؟ فلقد نودي فيكم، رسول الله يقول لقد نودي فيكم بالرحيل ومضى العمر سريعا. سريع دا يروح الوقت. حصلوا زادكم قبل حلول الموت بغتة فإذا أنتم ببطن الأرض أمواتا هجوما في دجى الأسخار قوموا لمناجاة العزيز في صلاة الليل كي يمنحكم جاها رفيعا فعزيز من أذل النفس في الله العزيز ذاكرا لله سجودا وركوعا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في طريقهم إلى كربلاء وصلوا إلى ساحل الفرات عبد الله بن قيس الأنصاري أبو من الأنصار من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. عبد الله ولد في السنة الثانية من الهجرة في سنة ميلاد الإمام الحسين كان صديق الطفولة مع أبي عبد الله قريبا من الحسين إلى درجة كان يقول له الإمام الحسين أخي عبد الله. عبد الله خرج من المدينة لتجارة إلى حلب ظل هناك في شمال سوريا سمع بأن أخاه الحسين قدم إلى العراق إلى شاطئ الفرات. قال عجيب أخوي الإمام الحسين طالع من المدينة أخذ جملا ملأه بالأقمشة بالعطورات هدايا لأخيه أبي عبد الله الحسين تحرك من حلب نحو كربلاء لزيارة الحسين وصل إلى منطقة نصيبين على ساحل الفرايان
يقول: كان أول الصباح نزلت هناك لأستريح لحظات، وإذا بي رأيت قافلة نساء خفرات شريفات على محامل أمامهم رؤوس مقطعة للرمايح. انصدمت من هذا المنظر، يا للعجب، ماذا أرى؟ جلست أنظر من بعيد، رأيت امرأة نزلت وبيدها طفل صغير جاءت به إلى ساحل الفرات، ملأت إناء من الماء قالت له: اشرب فإن أباك قد حرم من هذا الماء. يا للعجب، ماذا أسمع؟ من الذي حرم من الماء؟ ما وصل الخبر. وإذا بي رأيت شابا أنهكته العبادة والمرض مغلولا بالأغلال، حملته نساء شريفات جاء إلى ساحل الماء. كنت أنظر وإذا بسيدة نظرت إلي، قالت: يا هذا غض بصرك، لا تنظر إلينا ونحن بنات رسول الله. يا للعجب، من أنتم؟ قلت لها: سيدتي، أنا عبد الله ابن قيس الأنصاري، أنا أخو الحسين، سمعت بأن الحسين ابن علي جاء إلى ساحل الفرات، فحملت له هدايا لكي يصل، ألكم خبر من الحسين؟ وإذا بتلك المرأة لطمت وجهها قالت: يا عبد الله، إن كنت تسأل عن الحسين فهذا رأسه على وهذه بنات الحسين نساء رسول الله. عبد الله بن قيس ما شاف ماذا جرى في كربلاء، لطم خده وبكى حتى أغمي عليه له الحال، وإن كان لم ير ماذا جرى. يا سعد الله، قلب أخته زينب نظرت أمام عينيها، ماذا جرى فيه كربلاء؟ إن صحيت مويا يشتموني، يشتموني، وإن صحيت خويا يضربوني، ومن الضرب سوداء ومتوني، أنا من خيات إخوتي ما جاوبوني. يا أهل الحمية، ما يا سجوني يا حمايه.
العباس وهالليلة أقراعيكم وبناخذ حاجتك. قلنا سيدي يا أبو فاضل زينب من عجلتي ما قلت لك خويا ليالي اليسر جابني ونرضى خويا ليالي اليسر شادني ونردان ونردان خويا سترت الوجه بشوفي اي ونردان ونردان خويا ريت الموت اخذ عمري اي ريت الموت اخذ عمري ونردان اشوف مخدر بمجلس ومية يا اشوف مخدر بمجلس واروح لك يا عيش الهي بدمع زينب وبمقام هذه البطلة بطلة كربلاء العظيمة زينب على اسمائنا في سجل الباكين والمعزين لهذه العظيمة واقولها واقولها دائما لما خدام في خدمة الحسين واريد تقوم على حالك اي مكان واجب بالمأتم او سجل اسمك في سجل الباكين والمعزين للمولى ابا عبد الله الحسين يا حسين وين صار